السيارات. طبعا كما تلاحظون الان في على الشاشه، سمح لها ما بدور فوق. سمح طبعا الان يسمح للطواقم الطبيه بالدخول الى الان امامنا مباشره يا متابعينا الان في غرفه الاخبار، سمح الطواقم الطبية بالبحث عن الشهداء. طبعا الآن أمامنا مباشرة الطواقم الطبية أو تحاول البحث عن جثامين الشهداء. طبعا الآن أمامنا مباشرة، الكشافين اللي جوا من جوا يا سلام، مش من برا، في كشافين جوا. لا كشافات برا، هذول برا، هذول برا طالعين مسافات. بيجي جوا ماشي معاهم. كشافين برا هذول، الكشافات جوا ماشي مع الجب. يا عم هذول عنا. وين عنا؟ اسكت يا زلمة. ايش عنا؟ ما حدش عنا. هذول جوا يعني. مش هذول بقوا عند اسعاف الكشافات. جوا هذول. هذول من عنا اسعافات يا زلمة. مرقوا من عنا، بقول لك من جوا يعني. جوا هذول. على فكرة الصار وقف عند وقف عليه. طبعا الطواقم الطبية الآن تقوم بالتفتيش عن جثامين الشهداء. طبعا الجيش الإسرائيلي سمح طبعا الطواقم الطبية بالتفتيش. الآن أمامنا مباشرة الجيبات العسكرية أمام البوابة، الأطقم الطبية الآن تقوم بعمليات تفتيش لجثامين الشهداء أمامنا مباشرة. تركزوا في منطقة واحدة هم. شكلها هذيك المنطقة. تركزوا في منطقة واحدة. تعرف على هوية أبصر مين؟ تعرف على هوية؟ تعرف على حدا؟ مين؟ عشان لسه مش معروف لسه. دير بالك محلهم لسه بفتش. هم قاعدين يفتشوا بوابة النمر. لا بوابة النمر لغاية مالها. لا هي السيارات هي رايحين، هي الخبرات تجيني رايحين يفتشوا بوابة النمر. بس لا الضرب عند العبارة. الضرب عند العبارة. هو قال عند العبارة. لا قدام يمكن بس 30 40 متر يا ابو سعيد. في عباره هنا الزرب عندها يا راجل، مش عند البوابه. الحين الضوء الابيض هذا البوابه. بوابة النمر؟ لا لا بوابة كسفين. لا كسفين هي. لا هم شمروا. هم لا الضوء الابيض البوابه. بس هذول معقول جيل هذا برا هذا اللي هو خذوهم كان. لا هذا مو بوابة الجيش. الاسعافات هذول. الاسعافات في جيب، في جيب معاهم. لا الاسعافات بدور من بلا برا اللي جاي. في جيب، في جيب. هاي جابوا واحد. عهد. عهد. وقف. خذ كلمني هذا، كلمني. وقف شوي بكلم قاعد. ماشي. وهي اللي مين هذا؟ مين هذا؟ مين شب صاحب هذا من معرفتنا دقيقة. هتروح والله لسه هتروح كلمة. طبعا كانوا تشاهدون أسامة هاي سيارات الإسعافات بدور قاعدين على الشهداء. هاي اجتنا اخبار انه سيارات الإسعافات بدور على الشهداء. بس دير بالك وقف في المنطقة هذيك فيها فيها شيء. لا لا شاورني انت مين اللي ماشي ماشي. الحين بكلمك اسامه شوي، بكلمك لما تجي الاخبار قاعد. طبعا بعد قليل مشاهدينا الكرام في غرفه الاخبار، طبعا الان ساحاول التقدم باتجاه البوابه. طبعا بدي اطفي البث وبعدين ارجع بعد دقائق قبل ما اصل لقرب كسفين.